شخصية مثيرة للجدل، تربعت على عرش السياسة الأمريكية لفترة واحدة، قلب خلالها المشهد السياسي رأساً على عقب، ورغم كل الصعاب يسعى مجدداً لاستعادة مقعد الرئيس. من هو دونالد ترامب؟ بداية البريق. ترامب الطفل الرابع لقطب العقارات فريد ترامب، نشأ في كنف عائلة غنية، لكنه لم يكن بمعزل عن التحديات. بدأ حياته العملية داخل شركة والده، وسرعان ما أثبت نفسه بوصفه وريثاً مفضلاً للعائلة. مع مرور الوقت نقل أعمال العائلة من مشروعات الإسكان البسيطة إلى مجمعات فاخرة في منهاتن، وبنى إمبراطورية تحمل اسمه. من عالم العقارات إلى الأضواء، لم يكتفي ترامب بالعقارات، وإنما دخل عالم الترفيه بصفته مالكاً لمسابقات ملكة جمال الكون، واشتهر ببرنامجه التلفزيوني المتدرب، إذ أصبحت عبارة أنت مطرود رمزاً له. وبفضل مهاراته في التسويق تربع على عرش عالم الأعمال والترفيه. ترامب الرئيس. في عام 2015 قرر ترامب دخول السياسة، ورغم الانتقادات والجدل نجح في الوصول إلى البيت الأبيض. حكمه تميز بالقرارات المثيرة، من الانسحاب من اتفاقيات دولية إلى فرض قيود على الهجرة. ورغم العزل مرتين ظل ترامب شخصية قوية في الحزب الجمهوري. العودة مجدداً. بعد فترة ولاية واحدة يبدو أن ترامب لا ينوي التقاعد. أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مما أثار التساؤل هل يمكنه استعادة الرئاسة مرة أخرى؟